مشاهدينا نتحول إلى موضوع آخر أو خبر آخر تزامنا مع الاحتفالات بالثورة المصرية، عفوا لحظات دكتور، في 30 من يونيو وفي 23 من يوليو قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بفعاليات هندسية للإعلان عن بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية في محطة الضبعة. حضر الفعاليات وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأليكسي ليخاشوف المدير العام لمؤسسة الطاقة الذرية وجورجي بوروسينكو سفير روسيا بالقاهرة مع كبار رجال الدولة وقيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والشركات المشاركة في المشروع. يمثل حدث الصبة الخرسانية الأولى حدثا مهما في مسار تنفيذ المشروع وانتقال مصر من دولة تخطط لإنشاء محطات طاقة نووية والدخول إلى مصاف الدول التي تنشئ محطات نووية طبقا لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. للتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا الدكتور كريم الأدهم رئيس مركز الأمان النووي الأسبق. دكتور أهلا بك في البداية، ما هو تعليقك على هذه الخطوات بالنسبة لمشروع الضبعة؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هو طبعا يعني الحدث بيمثل نقطة مضيئة جدا في تاريخ الطاقة في مصر، ويبين ان الاخوة في هيئة المحطات الحقيقة ما ضيعوش وقت نهائي، لان هم لسه حاصلين على اذن الانشاء في شهر يونيو، في منتصف يونيو تقريبا، وللوقتي يعني بدأوا في يعني ما ضيعوش وقت وبدأت اعمال الصبة الاولى في اول مفاعل. فده على طول بيبين ان يعني الجدول الزمني ماشي كويس جدا، وان احنا ان شاء الله الحلم بيتحقق، وان ان شاء الله يعني المفاعل يدخل الخدمه في زمنه، ومصر تبقى يعني من الدول اللي هي تنفذ الطاقه النوويه. ومن الناحيه التنفيذيه والانشائيه ما هي الخطوات القادمه؟ هو طبعا الاعمال بتمشي يعني على التوازي مع بعضها، اعمال اللي هي الصبات اللي هي الاعمال الانشاءات او الاساسات، ومع مرور مع بدايه الاعلان البناء اللي هو المفاعل او مبنى اللي هو الاحتواء بتاع المفاعل، كل شويه بيبقى فيه يعني كل مرحله بيبقى فيه اجهزه او معدات بتتركب علشان بتمشي على التوازي مع بعضها عمليات الانشاء اللي هي المدنيه وتركيب المعدات داخل هذا المبنى اللي احنا بنشوفه دلوقتي. دكتور كريم، بماذا تفسر اتجاه مصر لهذا المجال من مجالات الطاقة؟ ده هو الحقيقة يعني ده حقيقة أو حتمية، لسبب هو ان احنا مصر اخذت بمبدأ تنويع مصادر الطاقة، وطبعا كل ان احنا ندخل في العصر النووي، فده بيبين ان احنا اولا ماشيين مع العالم في هذا، اولا تنوع مصادر الطاقه ده من عوامل الامن القومي، ثانيا ان لما انا بحاول يعني اجيب مصدر اخر غير ان انا احرق البترول والغاز الطبيعي، فده بيبين لي اولا بيديني فايده ان انا هحافظ على البيئه من الانبعاثات الضاره، ثانيا ان انا ممكن اوفر البترول والغاز الطبيعي لانتاج البتروكيماويات اللي اكثر اقتصاديا من حرقها. لهذا اسال حضرتك، ما هي يعني الارقام الوارده لديك عن الإضافات النوعية التي سيقدمها هذا النوع من الطاقة لإجمالي ما تنتجه مصر من طاقة بشكل عام تقديريا من الناحية السنوية؟ يعني طبعا هو المحطة إن شاء الله بإذن الله هي فيها 4 مفاعلات، كل مفاعل هيبقى 1200 ميجا وات. من المنتظر ان شاء الله انها لما يعني تنتهي انها تخش في بين 5 و10% من طاقه التوليد في مصر، وتعتبر نسبه كويسه جدا. هل من المتوقع ان تكون هناك محطات اخرى مستقبلا؟ اكيد يعني اكيد ده يعني لا يعني دي البدايه، لكن ان شاء الله باذن الله هيكون في، لان لازم تعتمد محطة دي البداية، لكن إن شاء الله هيكون في محطات أخرى. ومن ناحية التكلفة، هل هذا المجال أو هذا النوع من الطاقة يعني بتكلفة مناسبة؟ المحطة النووية حاليا مع زيادة عمر المحطة اللي أصبح بين 60 و80 سنة
اصبحت فعلا تكلفه الكيلو وات ساعه يعني منافسه جدا، بل بالعكس انها تعتبر من اكثر انواع التوليد اقتصاديا يعني. شكرا جزيلا لك دكتور كريم الادهم رئيس مركز الامان النووي الاسبق. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. إذن هكذا مشاهدينا تابعنا معا في هذه الحلقه من برنامج من القاهره عددا من الموضوعات، لا شك انها كانت في مجملها مركزه على الذكرى 70 لثوره يوليو 23 يوليو 1952. بعد لحظات ستنضم إلينا الزميلة ريهام رجائي في قراءة لعدد من الأخبار والموضوعات والتقارير الواردة في صحافة الغد. ابقوا معنا.